هذا يقول: عندي طفل عمره 4 سنوات أحرم، وعند وصولنا مكة نام وذهبنا إلى العمرة وتركناه ولم يأخذ عمرة، فهل علينا شيء في ذلك؟ نعم، يجب عليكم أنكم تمكنونه من أداء العمرة إن كان يستطيع بنفسه، وإن كان صغيرا لا يستطيع بنفسه تحملونه تطوفون به وتسعون به وتقصرون من رأسه، لابد من أداء العمرة إما بنفسه وإما أنتم تقومون به حتى يؤدي العمرة، لأن المسلم إذا أحرم بالعمرة لزمه أن يكملها سواء كان كبيرا أو صغيرا، وأتم الحج والعمرة لله، يعني إذا أحرم بها يلزمه إتمامها. نعم.